مش هيجي لها تاني مدى الحياه. خلاص هي بقى. مره بالظبط. واللي بيجي هنا مره هتفضل كام مليار بيتفرجوا عليه لو بس طبعا لو بصيت يا كابتن مصطفى على المجموعه بتاعت البرازيل النهارده. البرازيل كرواتيا خلاص البرازيل ثلاثه نقاط ومع المكسيك والكاميرون. شايف المجموعه دي ايه؟ نروح بقى المكسيك والكاميرون شايفهم ازاي في المجموعه دي؟ قبل ما اقول لك على المجموعه كابتن مدحت لازم اقول لك اسكولاري بيفكر ازاي. اسكولاري قال انا البطوله دي هلعب بالحسابات. اوكي يعني ايه بالحسابات يا ابو الكباتن؟ يعني ما تكلموش على الفنيات. ما تكلمونيش على السامبا. المهم ان انا اكسب اوصل للهدف بتاعي اللي هو اللي يخش دور على الاقل يوصل دور الاربعه. ده يمكن اداء النهارده اكد دوت. رغم النهارده متلاكم الكره لكن زي ما بيقول اسمه محمود كرواتيا ادت مباراه هايله جدا يعني. نعم انا اعتقد ان البرازيل بمباراه النهارده ضمنت لان عندها المكسيك وعندها الكاميرون. المكسيك لو البرازيل كسبت المكسيك يبقى خلاص ضمنت. انا اتمنى كافريقي ان الكاميرون تعمل حاجه في هذه البطوله. ان هم المرآة لافريقيا دلوقتي يا كابتن مدحت هم والجزائر او مرآة لافريقيا السوداء وكوت ديفوار وغانا وغانا. يعني انا اتمنى فرق افريقيه لكن طبعا البرازيل لازم توصل. ويمكن وانا جاي في السكه ناس بتكلمني وبيقولوا لي البنالتي مش بنالتي عشان البرازيل هي اللي مستضيفه وعشان الجماهير. ما اعتقدش الحكم اللي ينزل الملعب ويدي البرازيل بنالتي مش بنالتي. لا ما اعتقدش مش مظبوط. ده حكم عظيم. حكم الياباني ده حاجه ياباني. كابتن جمال غندور كان بيتكلم يقول من اعظم الحكام. كابتن ولا العاب القوه ولا العدائين. كابتن جمال قال نقطه مهمه جدا يا كابتن. شايف الاول تكوين الصوره دي طبعا. يعني كفوتوغرافيا شوف تاخد كام من 10 دي يا كابتن؟ 10 10 11 من 10. خلي بالك ده هرمين مقلوبين. ما شاء الله يعني هرمين مقلوبين. ايه ده تعالى يا كابتن فاروق اتفضل. ولا صواريخ ولا شماريخ ولا عايز اقول ضربه. كنت قاعد انا وكابتن جمال كانش لسه كابتن مصطفى والاستاذ محمود جم. لا ضربه جزاء انا قاعد جنبك. ضربه جزاء راح مشدود. كابتن جمال قال نقطه مهمه جدا. وده بقى خبره الحكم. قال لك اللي ادى ضربه الجزاء المساعد. ايوه مش الحكم. ليه الحكم اشار باللعب؟ هو قال كده كابتن جمال غندور. كابتن جمال يعني هو ده من الخبره بقى بتاعت جمال غندور. وده راجل اشتغل في كاس العالم مونديالي. يعني لا اشتغل في كاس العالم مونديالي. يعني فالراجل دي يعني فعارف الخبرات. فطبعا ضربه الجزاء غيرت من شكل المباراه بشكل كبير. بالظبط. لكن عايزين نقول حاجه. الجول الثاني بتاع الجول الثاني وبعدين الجول الثالث. الكره ده بقى شوف انا عايز اتكلم على الجول الثاني. يعني بعد اذنك بعد الثاني ضربه الجزاء غيرت من الاداء. طبعا فرقه بتدافع وبعد ما ده شوف زي الكره مدرسه واحده في العالم. انت بتقعد تنتظر بتلعب على هدف ما عرفتش حق الهدف يجي فيك هدف خلاص تتفتح. لازم تطلع تاني. كرواتيا كده زي الكره المصريه اول ما جه فيها الهدف راحت مفتوحه. في لحظة من كورة هم عايزين يجيبوا جول التعادل اتنقلت الكورة. كنت قاعد انا ومصطفى يونس في لحظة اللعيب ما قدرش يمرر الكورة او التصويبة ما تعديش اتردت في ثانية. البرازيل بقى انت بتلاعب ناس ما بترحمش. في لحظة راح جايب الهدف اوسكار راح حاطط سن الجزمة في الكورة في مساحة يا كابتن وفي نفس الزاوية وارتفاع قاتل وكورة لا حد يقدر يفكر ولا حد يقدر يتوقع ولا حد يقدر يتصور ان ممكن يحط الكورة بسن الجزمة مثلا من 15 20 متر. مش معقول يعني من بره ال 18 ورايحة سن الجزمة كابتن وراحة في نفس الزاوية. وبعدين دي بقى دي لما نتكلم على الكفاءة الفنية بتاعت لعيب الكورة والبرازيل تحديدا طبعا وانت بتتكلم الكفاءة ما الكفاءة الكفاءة في البرازيل والارجنتين. انت عارف فاروق كمان المفاجأة فيها ايه؟ ان ما فيهاش وضع استعداد خالص. يعني انت كحارس مرمى لا تتوقع دي ولا مرجح رجله ليه قريبه من الكوره واللي كان استاذ فيها دي ربنا يشفيه صفوت عبد الحليم. صفوت يعني هو ضربها بسن الجزمه راحت استريت طلقه وغريبه ان الطلقه طلقه من بره 18. ما هي انت بتلعب كده بتاخدها من النص. ايوه انت بتلعب كده سن الجزمه ده غريب جدا. طبعا نعم. انا كنت بشوط ضربات ثابته بسن الجزمه على فكره من بره ال 18. الضربات الثابته كنت بشوطها بسن الجزمه. غريبه جدا. ما اديش طيب. اي حد خلي بالك. دي صعب دي صعب. ده عالم البرازيل. شوف بقى الحاجات طبعا عالم البرازيل. بالمناسبه يا استاذ محمود
نهله شلبي اتصلت بتاكد لحضرتك ان جينيفر لوبيز ما اخدتش الاوسكار في حياتها خالص. لورنس 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 بتكلم على واحده لورنس صح ما تحرمش منك جينيفر لورنس ايوه صح مش احنا عشان طبعا صح. الجمهور عشان الجمهور اللي بيتفرج عليه لا لا صح لا 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 ده مهم هي يعني. جينيفر لورنس صح كده صح تمام واللي قلت لوزير السياحه انه يدعيها لما السنه اللي فاتت خدت الاوسكار صحيح جينيفر لورنس ايوه صح كده تمام جينيفر لوبيز بالظبط طيب ما تحرمش منك يا اروبا يا اروبا عايز اوريك